مساء الخير عليكم. اليوم وصفتنا اليوم هي الغريبية أو الغريبة، يعني تختلف الأسامي من دولة إلى أخرى. معروفة وشائعة هذه الحلوى يعني في كامل الدول العربية. قبل ما نبدأ هذه الوصفة راح نصلوا على نبينا، اللهم صلي وسلم عليك يا محمد يا حبيب الخلق، عليك أفضل الصلوات. ويقولوا أن هذه الحلوى التقليدية يعود أصولها أو جذورها إلى العثمانيين اللي كانوا هنايا في الجزائر العاصمة وبالضبط في القصبة. إبان يوم إن شاء الله راح نحضرها بمقادير بسيطة وإن شاء الله بكامل أسرارها. نبدأ بسم الله. ألوغ أنا راح نكيل بهاد لي بوتي غامكان تاع الديسير، يعني طويسات صغار. عندي هنا سمن موان دو دوا يعني نقصيلو زوج صبعتين، وعندي سكر كريستاليزي نقصيلو ان دوا معناتها صبع واحد. فوالا انا درت سكر كريستاليزي. بيان سور عندي لا فارين ورشه ملح وريحه نخدمهم في هاد لو غوبو. ابري نقول لك علاش نخدمهم في هاد لو غوبو. بسم الله نبدا بهاد السمن اللي درتو في هاد الغامكان. ريحه مش راح نديرو وحده، راح نزيد له الزيت، زيت اللي طيبي به، صوف كو يكون او موان لا كاليتي مليحه باسكو على جال لو كو بيان سور. الوغ حنفرغ لي دم هدايا، قلت سمن والزيت ونزيد له سوك كريستاليزي، راح نديرهم في لو غوبو. على هنايا راح نديرهم في الغوبو باش نخبطهم فريمون بيان حتى يولوا لي اون بوماد. هذا سر من الاسرار الاولى باش تنجح لك هذه الحلوه. ولي ما عندهاش بيان سور لو غوبو ماشي مشروط، يعني ميم بالباتور يعني تخرج لها ريجيتا كيف كيف. إبا سر تاع هاد الحلوى هي أنها تضر بها بيان. جو موكو عندنا لا تكنولوجي، كاين لي غوبو، كاين لي باتور، وعلاش لا نقصرو على روحتينا شوية الوقت. بكري كيفاش كانوا يخدموها؟ يديرو جفنة، عندهم هاديك لا تكنيك تاع لي ميزوغ 3 كيلات بكيلة، يعني توجور يسبقو في السكر مع البيض ولا السكر مع ليدام، يدوبوه تخي بيان، يخبطوه نو سيلمون يهويو هاديك الحلوى وترجع كوم اون بوماد، يعني السكر هذاك يتحرحر كامل، يخبطوها بالكف تاع اليد بلا بوم دي ما حتى يدوب كامل هذاك السكر. الوغ هنايا لا ميزور الاولى هي الفرينه، دونك ندير الكيله الاولى تاع الفرينه هكذا. انا خبطت لاباري تاعي تري بيان حتى ولات لي جور اون بوماد. راح نرمي الكيله الاولى تاع الفرينه بيان سور بالرشه تاع الملح. الكيلة اللي نقول لك اللي تكيلي بها الاولى هي يتكملي بها لي ميزور الاخرين. ندير رشه تاع الملح هنايا ورايحه ناروماتيزيها بالقرفه. اللي ما تحبش القرفه بيان سور تقدري ديري لافاني. فوالا انا زدت لها هنايا مغرفه تاع قهوه تاع بودغ تاع المزهر، فرانشمون صدقوني جات بزاف بنينه. او يتبع هاد لا بودغ تاع المزهر زدت لها شويه جو مومون كو ما فيهاش البيض، يعني درت لها القرفه ولا بودغ تاع المزهر. الوغ نزيد نضرب هدايا هكا في الباتور ا بيتيت فيتاس بيان سور. توت افي نورمال اللي ما عندهاش باتور ولا يعني بيتران يعني هاد لو روبو تقدري ديريها باليد بيان سور. بصح وشنو هاد الحلوه باش تنجح لك لازم تعطي لها الخاطر تاعها والوقت تاعها، يعني تضربيها فريمون بيان. الوغ هنايا رايح نزيد الكيله الثانيه يعني تاع الفرينه. درت الكيله الاولى هذه الثانيه توجور الكيله ماشي راح نمسحها ومانيش راح نديرها بومبي نورمال على حساب يعني جوست مع الغامكان هذاك ولا لا ميزور اللي كيلتي به هكذا. فوالا يعني الناس كامل تعرف لا روسيت تاع الحلوه، مي لو بلوز امبورطون سي با لا روسيت، يعني نقدر نعطيك لا روسيت نكتبها لك ماشي لو بلوز امبورطون ماشي في لا روسيت، لو بلوز امبورطون هنا في لا تكنيك تاع الحلوه. يعني كامل يعرفوا لا روسيت مي لا تكنيك هي لا بلوز امبورطون، يعني كيفاش تخدمي هذه الحلوه. هنايا راح نرمي لا ترويزيام لو ترويزيام لا ترويزيام ميزور الكيله الثالثه. فوالا هنايا اعتمدت انايا على الكيله تاع الزمان 3 كيلات بكيله. كاين جينيرالمون واش راني نشوف كاين اللي يدير اون ميزور ادمي تاع زيت، كاين اللي يدير سمن ويزيد يزيد لها اون ميزور واحده اخرى تاع زيت، مي انايا اعتمدت هنايا على 3 كيلات بكيله.
لا غوسيت الاصليه تاعها تاع هذا الحلوى هي سكر كريستاليزي ماشي سكر غلاس. سكر غلاس راح ينشف لك يشرب لك ليدام كامل من الفرينه. وهنايا يعني لو فاصوناج يجيك ان بو ديفيسيل. هنايا زدت لها نص مغرفه تاع قهوه لا ليفير شيميك دو مومون كرانا في الصيف سي بور سا زدت لها لا ليفير شيميك. كون جينا في الشتاء ما ندير لهاش لا ليفير شيميك راح تترتق وتتشقق وحدها هاد الحلوه. الوغ هنايا نحبس جوست ما ندرب هذيك لا ليفير برك تدخل. شوفي فوالا هاي ليك الحلوه تجي تتلاصق العجينه تاعها مي شاده راحها. الوغ هنايا راح نبدلها نوت ريسيبيون نجيب هدايا تاع الزجاج سي انكور ميو. راح جو فيلم لو كونتاكت يعني نغطيها بالفيلم اليمونتير ولا نديرها ديريكتومون سور لو فيلم اليمونتير ورايحه نحطها ترتاح اون دوميير في الفريجيدار. استيس نيميرو 2 كو مش راح نخدم بها ديريكتومون نحطها في الفريجيدار باش لاباط هذيك تشد روحها وكي نجي نفاصونيها يعني ما تتعبنيش في الفاصوناج. على بالكم رانا في زمن الصيف وهاد الحلوه يعني فيها بزاف لي دام الوغ ما يخرجلكش لو بون فاصوناج. فوالا هكذا ونخليها ترتاح اون دوميير في الفريجيدار. فوالا بعد ما ارتحت لاباط ديالي انا راح جو فورم دي بول دو 40 غرام يعني نوزنهم نديرهم 40 غرام سي لو مينيموم تاعها. اللي حاب تكبر تقدر تروح حتى ل 45. فوالا الوغ نوزنهم ونكبرهم بيان باش يجوني بلي فاسيل في الفاصوناج ونفاصونيهم. الوغ شوفي لاستيس تاع يعني لاباط كي ديريها في الفريجيدار وترتاح تقدري ديري بها دي فام اللي حبيتي. هنايا جوست بنوري لك برك تحليها بالرولو وديري دي فام يعني تقدري تطبعيها كوم سا بهاد لو مول تاع صابلي ديري دي غوز ولا في لو مول تاع المعمول. يعني انا وريت لك برك سي دي زيدي اون بلوس مي موا جو بريفير لو فاصوناج ا لا مان. الحلوه هذه من الحلويات التقليديه اللي ما تقدريش ديري لها بزاف لا ديكوراسيون سينو ال فا بيرد سون شارم. يعني الغريبيه معروفه بهذا الشكل تاعها ماشي شكل طابع او اخر. الوغ موا جو بريفير ا لونسيان لو فاصوناج ا لونسيان. ناخذ اون بول تكون كورتهم بيان وندير بلي دوا دياولي لي تخوا دوا هكايا نقببها تجيني يعني طالعه للفوق كوم اون بوغ يعني كيما لانجاسا هكذا كيما راكي تشوفي. ولا لا تكنيك هادية بلي دوا يعني نخلي لها لا باز لتحتها ابلاتي وندير هاد لا تكنيك توجور نسقمها بلي دوا ديالي. يعني لو فاصوناج كامل ساجو بلي دوا يعني باش نسقمها بيان نديرها طالعه هكايا مقبه يعني طالعه. فو با اوبليي كو راح الفور رايحه تهبط يعني مش راح تقعد لك هكداك. هاي لا تكنيك نقربها لك هكذا باش تشوفيها تخي بيان كوم سا ونعاود نسقمها بلي دوا ديالي هكذا ديريها طلع. الوغ هنايا انايا نزيد نعاود لك وحده لا ديرنيير وكي تجي راح تحطيها تحطيها جوست افيك لي 3 دوا. شوفي لا تكنيك كيفاش راني نكور فيها هادي هي لا تكنيك تاع الزمان وتسقميها بلي دوا ديالك هكذا هكذا تسقمي لها لا فورم تاعها غير بلي دوا يعني باش يخرجوا كامل الحبات كيف كيف وتشديها بلي 3 دوا بور كو لا فورم تاعها سو ديفون با. الغريبيه هذه هاد الحلوه راهي حطيب ا 180 دوغري مي با 12 دقيقه ماشي حتى حمار بزاف تقعد بيضاء. فوالا هاي الحلوه تاعي ابري لا كويسون. شوفي كيفاش خرجت يعني هذيك لا فورم اللي قببتها كامل عاود تحبطت ولات لي اون فورم بريسك روند. يعني هذه هي يعني الشكل الاصلي تاع الغربيه تاع زمان. فوالا والبنه ما نحكي لكمش وصلنا لا فان تاع الفيديو. ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحتكم